خاف الدنيا تاخده مني طول الوقت وانا حضنه، اعمل له كل اكله سوائل بطعميه بالاسرنجه بس عشانه يعني يضللني على قيد الحياه. أنا عن جد خايفة عليه، خايفة إني أخسره. هو عمره 8 شهور وزنه 3 كيلو. نفسي أطلع فيه برا وأشوف ابني من إيش بيعاني، بعمل له تحاليل ما بتطلعش فيها إشي، أوقات بيطلع في عنده شوية مشاكل بحطوا له محلول ملح خلاص. أنا بطعمي ابني سعد الله في أغلب أكله بالسرنجة، ما فيش صيدلية. بتغلب انا لما بلاقيها فالسرنج بضلني مهتمه فيها، بأغليها السرنج عشان تضلها معقمه. ما فيش اكل صحي، ما فيش ميه صحيه، اكلنا وشربنا كله على النار، كله ملوث. حياتنا انقلبت 180 درجه، يعني انا عانيت كتير كتير كتير، ننزح من مكان لمكان. جوزي أنا مش قادر إنه يشتغل، أغلب الأوقات بكون بالمستشفى بابن سعد الله، فلازم جوزي يضل عند ابني الأولاني. في علبة الحليب تبعت ابني سعد الله ونضير ربعها، بحكي الهم كيف بدنا نجيب علبة الحليب الثانية، بحكي الهمها، بقول يا رب رزقك يا رب بس إنه يتوفر يعني إله، إنه ما ينقطعش عن الحليب. مخططة له اني اجيب له واعمل له اسبوع، بما انه بعد 5 سنين لما اجاني ما جانيش بالساهل، اجيب له احلى لباس. ما قدرتش ان انا احقق احلامي اللي كنت انا بتمناها بوجود ابن الثاني. لبسته هو عنده لبستين، انا بغسل واحده وبلبسه الثاني، بس الحمد لله. بدي أعيش معها كل لحظة طيلالي في حياتي، أشوفه يا رب هيك بأحسن صورة وأحسن حال، بضلني حطها في حضني، بخاف عليه كتير، بتمنى نرجع لحياتنا، والله بتمنى هيك نعيش بأمان، بتمنى أمان لأولادي.